هاد النشاط هذا يندرج ضمن تحقيق مقتضيات أحد الأهداف الاستراتيجية للجمعية، وهي تثمين وتركيز مبادئ التربية البيئية. وهذا النشاط هذا كنشاط وطني، وللأنشطة تاعته غادي تكون وطنية وجهوية وكذلك إقليمية ومحلية، يتضمن مجموعة كبيرة من الأنشطة لتثمين عملية التشجير وكذلك الفضاءات الخضراء على مستوى كقطاع كنشجعوا بل كنطلبوا مزيد من التدخل في هذا المجال، وحنا كنحملوا هذا البعد هذا في كل ما يتعلق بنا من برامج ومن أنشطة ومن حياة مدرسية ومن تربية وتكوين وتوعية، والنتائج اللي وصلنا لها مجموعين قوية جدا. ف يعني كنشكركم جزيل الشكر ونتمنى التوفيق لهذه المبادرات. هو في الحقيقة يستحق كل دعم وكل تنويه، نظرا لكونه غادي يساهم لا محال يعني في نشر ثقافة البيئة وثقافة الاهتمام يعني بما هو أخضر، يعني منتزهات، حدائق، أشجار، غابات، يعني ويعني كل ما هو أخضر، وبالتالي يعني سيساهم في نشر ثقافة البيئة والاهتمام بالتنمية المستدامة. احنا فيما يخصنا يعني من جانب يعني قطاع التنمية المستدامة على طريق يعني المديرية الجهوية للبيئة، ندعم يعني هذا النوع من المبادرات اللي كتخدم طبعا قضايا البيئة ودعم التنمية المستدامة. هذا الأسبوع الأخضر يشمل المؤسسات التعليمية بما فيها المؤسسة التعليمية على الصعيد الوطني والفضاء الأخضر داخل المؤسسات التعليمية. وحنا كجمعية آباء وأولياء التلاميذ كيهمنا هذا البرنامج، لأن مجموعة ديال الجمعيات دابا الآن كيتكونوا في هذا الباب ديال الفضاء الأخضر للحفاظ عليه داخل المؤسسات التعليمية، ونحن كجمعية الآباء كذلك كنكونوا مسؤولين داخل المؤسسات التعليمية على الفضاء الأخضر من حيث التتبع ديالو والمراقبة ديالو، وكذلك باش يبقى داخل هذه المؤسسة. كثير من شح الأمطار وتعاني الكثير من الجفاف ومن يعني الفرشة المائية التي أصبحت يعني مهددة بشكل كبير، ولذلك فإننا يعني جعلنا من البيئة يعني توجها حقيقيا ورصدنا له يعني كل الاهتمامات المادية واللوجستية والتقنية وكل ما يمكن أن ينهض بالبيئة بشكل يعني يوحي بأن يعني الجهة هي رائد طبقا لما ورد في الدستور 2011 على انها تحل الصداره من بين الجماعات الترابيه، فهي اذا كانت هذه الصداره ليس فقط في القطاعات التنمويه الاخرى ولكن ايضا في الجانب البيئي.